تقول ايش؟ عني بذبحها زين. عني بذبحها الطقوس الصباحيه في الدوام الساعه 6 طبعا نقوم اي بعد الصلاه خلاص ما ننام على طول مره شو غسل تروش بدل ملابس العمل يلا روح اللي هو الكفرول عمل كنت في الصحراء شركه نفط ها ايوه ترجع البيت عندي نفس الروتين لكن ما البس كفرول مره اروح اصلي بعد الصلاه اروح تراني متزوج في بيت و دوام كنت 12 ها كنت 12 5 العصر تقريبا 4 ونص داوم اسبوعين اسبوعين بس ترجع نفس اليوم لهلك ها لا لا اسبوعين اداوم واسبوعين اجازه يعني انت الطقوس هذه حقت الصباح والقهوه في الـ في الـ في الدوام هناك تسويها في الدوام وهنا لا لا طقوس الدوام ما فيها قهوه قهوه بس هناك في المجلس في الشركه داخل كم اسبوعين اسبوعين حلوه والله اسبوعين بس عمل والله من 6 الى 5 كرب يجي نظام ارامكو عندنا اسبوعين تروح تفلها تبغى تروح مكان بعيد قريب عندك اسبوعين تعرف ان بدايه كورونا 4 اسابيع كان الرص بس اني ما لحقت عليها 4 اسابيع يعني لحقت عليها 3 اسابيع دام 3 اسابيع يمكن سنه ونص 3 اسابيع باسبوع 3 بثلاثة اي حلو ف نفرح اذا جات الاجازه ونحزن اذا جت 3 اسابيع تكلم والله الكرسيد اجازات غير 3 اسابيع ذي ها الكرسيد اجازات لا لا سنويه في موجوده لكن ما تحق لي انا ليه ما تحق لي خريج ايش انت؟ فعل حلال اي تي شركتكم ذي انت تتكلم شركتكم ايه حسب الدولة لا بس احنا نشتغل معهم يعني مشغلين عندهم لو يجيك من فريد هناك توظفونا اكيد والله قال لي قال تعال تبي نروح؟ والله نروح خلاص يعطونا راتب دسمة نروح في رواتب دسمة للغالين والله خلاص والله صار سجلني موظف عندك وش اسم اخوك الشركة؟ ابو خالد ابو خالد ترى موظف عندك من اليوم رايح انا نبغى سنه عبد الله الراقي سنه بسنه لا لا ما عندي مشكله عادي لو ثلاث اسابيع ثلاث اسابيع لو اسبوعين اول كانت ثلاث اسابيع عشان كورونا بس خلاص اسبوعين باسبوعين حلوه اسبوعين بعمان اسبوعين بالسعوديه ايش تبي اكثر من كذا لك اجازه سنويه انت حط الشي فيه شيء كويس خلاص انتهى خلاص ابو خالد ترى شوف انا طالع بين ما طلعت الكاميرا ابو خالد جهز وظيفتي انا والروقي لا طلعنا لا لا شوف اذا عمل مكتبي تكون في مسقط في العاصمه في المكتب الرئيسي حلو العمل المكتبي في العاصمه لان مكتبنا الرئيسي في العاصمه لكن اذا مثلا لاني انا ما احب العاصمه نهائيا عشت فيها 8 سنوات عيشه اول درست كليه بعد الكليه توظفت وجلست هناك 8 سنوات خلاف قلت لهم خلاص لان بجوي العاصمه والله يعني الحين احنا صرنا اخوان داخل صرنا اخوان داخل القريه وزملاء عمل اكيد الله يسعدك الله يوفقك يا ابوي رمعك مانا راح اخلص يا مرحبا عبد الفريد اخلاص قوي ان شاء الله والله راح نخلص بالعمل والله مرحبا اللي مثلكم وش ارواحكم طالع مركم ما تبون امام لا خلاص اكتفينا اثنين يا عيال ترى ايش يا ابو خلي نبغى امام شاري شغل ترى ما هي هوشه يا عيال تبي شاري لا لا ما نبي خلاص اثنين اعتمد اثنين ابو اثنين ابو نزال انت لا من ذا ان شاء الله ندق عليك تجينا تسير علينا من سياري تصدق عاد انا ابو خالد كذا فيصل خلي يقول باخذ لي غطا عليك طلب قم شفت شلون ابو عماد بس الله يوفقك ان شاء الله تستاهل والله كل خير مطلوب والله كل اللي يحتاجك انت نجم النجوم اي خير ان شاء الله انت احسن واحد لا صراحه ضارب ترند فيصل كيف عرفت معك جوال ها معي ما شاء الله يطلع لك اياه لا لا يا ابو خلي شوي ليه انت في القصيم عندكم شابات ها احنا عندنا ايه ما انقطعت يوميا شبت المغرب وشبت الفجر بين كم بيت وكم بيت توزع بس في ناس ثابته عندهم من يوم اني طلعت على الدنيا وشبت المغرب عنده مثل واحد اني قال له شو اسمه سعد بن خصيوي هذا من عرفت العلم عربي. ايه من عرفت العلم وهو شبت الفجر عنده قهوه وفطور يجون الشيبان يتقهون عنده يفطرون عنده يتوكلون على الله قوش عظيمه هذه ما ادري واحد قال له الغياب بن سالم بعد من ربعنا قريبين ابو علي وانا حزين هذا قهوه المغرب شختتين قهوه المغرب من طلعت على الدنيا قهوه المغرب عنده في بعد خالي عبيد خال ابوي شبت المغرب شبت العصر دايم عنده لا شوف احنا عندنا يعني في جده وفي الرياض
استراحتنا قهوه موجوده كل عصر وكل مغرب حتى كل عشاء والصبح. شكلها كزيارات لا هذه ما عاد موجوده غير في الديره يمكن. في الديره اي صح الديره تفرق مثل جدي بالاسياح بس استراحه عنده استراحه ابد من عقب المغرب فتحنا الباب وجالس والله قهوه ولا جاء عقب اللي يمر ويقرط يعني ما هو انه يسوي عشاء كبير لا خلاص عشاء اللي من جاء شارك وبلوت وناس السهره تمر لا من جت 12 تكرس حلوه هذه الاشياء تونسهم والله مو الشباب بس انه حتى الشباب يعني عندك والله العظيم احنا شباب ما ننتهي انه كان كذا جدولي عند الوالد رحمه الله عليه والله كذا جدولي يوميا كم عددكم اخوانكم؟ احنا 13 ما شاء الله وثلاث بنات ها؟ قبيله ما شاء الله ما شاء الله ابوها اخذنا اربعه فريق كره قدم احتياطي لا بس ثلاثه اللي جايبات اولاد اللي جايبه ما تبون امام مسجد؟ هذا طال عمرك هذا غريب حنا كذا حنا كذا استراحات انا والله حنا بنتوضح معه انا والله العشى بالبيت يمكن السنه اللي راحت هذه يمكن ما تعشيت بالبيت الا ثلاث مرات اربع مرات باقي كله لكن لا جلسه الصبح لكن اذا عند اذا اني رايح للبل غير البل احيانا اروح اجلس يومين ثلاثه احيانا يوم وارجع ما احبني يعني تقريبا حوالي 160 كيلو بس اغلب الوقت باستراحه ابد المغرب تقهوى بالبيت اذا صار ما في شيء طلعت من حول العشاء صلي العشاء بس صراحة واجلس الى البيت يعني هي يعني مع ان احنا هالبل وكذا نروح اصلا عندي ابل الحمد لله لكن هاي شيء ما احبه الحين الناس تكبر تكبر شوف هي انا ما احب اجلس عنده واطول بس احيانا يصير فيه غصب جايكم ضيوف جاي من قرايب لكم لكن الاغلب اني اروح مع انها كم حول 160 كيلو مثلا اروح العصر يصير عندنا عشاء هناك اروح من العصر الظهر تعشى وارجع الاغلب بس اخواني وابوي هم اللي اغلب الوقت ترى الحين قال لك يقول لك من شبع على شيء شابع عليه يعني الحين تعرف والله العظيم انه حتى يوم اروح الصباح لازم يشيل عندي اولادي اول يوم كانت بنتي معي وخلاف يوم جاني ولدي يوم كبر شويه صرت اقدر اخذه صرت حتى وشيل معي كل صبح كل صبح يا اما نروح للوالده او الوالد رحمه الله عليه ما شاء الله صلى الله يخليك واحيانا نروح مثلا وبعدين امشيهم صوب الليبل ومشيهم كذي بس معودنهم على قومه الصبح الحين متورط فيهم الحين حتى لو كنا ابغى انام الصباح ماشي نوم متعودين الشباب زبطت دقوا كذا لازم اسويها ابو عماد لا 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 تدري كنت فصلت نظاره نفس حقت مشاري هذه اول مره قبل ثلاث سنين حلوه حلوه هذه على وجهك راكبه والله النظاره الشكل ما له دخل كذا خارج الشكل على الوجه طيب على شكلها يعني انت راكبه عليك والله طيب لو جيتكم اياها خلاص بعد البسها كذا كانك عيون بقه يعني كانك عيون بقه شفت عمليه كذا في عيوني احلى والله لا كذا افضل كانك عيون بقه والله شوف كشكل انت راكبه عليك النظاره 100% بقت لحيتك اسمع مسفر انت بالنظاره احلى من بدون نظاره ها بالنظاره احلى شكلك بالله عليك احلى صح انا ترى يعني بدون مجامله انا شخص متى ما قال لي كلمه هذا الشخص اعتمد عليها يا بعد والله اعتمد انسان مرحبا راعي فكر راعي مزاج راعي ذوق راعي نظره صريح عليكم والله. السلام والرحمه لا هذا قهوه ساخنه انت وياه ايوه الحين يجي والله ابداع ابو مانع راكب ها بقه اتوقع انه نمله بقت عندنا ميزانه بقه والله ميزانه عندنا صحيح البساط البقه عندكم ميزانه بقه تعرف ايش هي لا تعرف معاها ها ها البق نمل لا مش النمل لا والله لا والله بعوض لا مش البعوض نفس ميزانه والله نفس البعوض هذيك الذبان السوداء والله عيال شو اللي تقرص اختلاف ثقافات هجر البق او كاد انه حشره صح عادي عادي لكن البق مو حشره حشاك عن هالشيء البق عندنا مبزانة الحين واحد قلنا له انت ذيب يعني حيوان لا 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 احنا عندنا بقه مبزانة جميله هو يتكلم بالعمر انت تبي تمدح ولا تبي تسب وقتها يوم تقول له بقه لا بس الحين متعودين فهمت اذا الشخص ابي اشارك شنو تسوي مثلا ما دخل نقول له عيون البقه اشارك مثل عادي يعني مع اني انا بروح اصلا البقه ما شفت لعيونها صغيره تسلم لك لا والله بس صلح تشطيب والله بترتاح والله سوا اثنين من العيال عز الله ارتاح ليزر قصدك طلعت من برنامج ان شاء الله ليزر ليزك بشطب على طول تعال ابو فهد والله اتعب عيال تعال شفت توقف عند باب ذا ما اشوف وجهك ملامح وجهك ما اشوفها فاتعب انت انحراف ولا ايش؟ واحده انحراف واحده اهم الحرف كبرى واحده فيها انحراف واحده فيها ضعف ها
فهمت؟ طيب شلون كنت؟ الطير بخير. لا ما اعرف اللي يجي، ما عادي ان شاء الله المرتب. عيال معنى، شوفوا معنى كلمة انحراف وشي. لا تبرر، ندري ندري ما قصدك شيء. صدق والله واضحة. والله والله واضح. أيوه والله والله عادي. انحراف الإنسان عاش بأريحية وبوسطية. نعم نعم أنا فاهم كذا، ما أدري عن الشباب يعني. الوسطية أهم شيء في الحياة. الوسطية بأبسطية يعني، بساطة يعني. مثل وسطية عثمان بإبراهيم. عيال بالله عيال. متى تعاقدتوا مع بخير أبو خالد؟ شاك طيب؟ ذكرتني فيه الله يكرمه خير، الله يكرمه خير وطول عمره. أنت أنت جايب لك 17 كلمة؟ والله جد. تبي تنذرهم كلين؟ كلها تجيب كلمة واحدة. والله يا عيال مرة سولف. دور على المحتوى. مع بعض ما عمري سولف إلا على الحياة. طيب اوكي على الحياه ما كلمه 49 سنه يعني يمدي عنده الا يدعي العمر يعني. لا هو قصده خبر وخبري عبد الله ولا تعقيبا على كلامه، لكن اظن اني يقصد خبرتك في الحياه. من هو خبرته اللي ما عاش مع ابوه، عاش مع ابوه، عاش مع عمه، وقتها عاش لحاله. ها كم عمره ذا؟ ما خلى احد ما عاش، ما خلى احد ما عاش معه، وعاش مع القناه، وعاش معنا. عيال مره سافع على واحد عنزي، تخبر لهجه العنوز انهم ايش هادي والنعم والله، وكلامهم ايش شوي شوي فهمت. لا لا والله أغلب. سلمان العنزي كان معنا. عثمان اسمه سلمان. سلمان صح هادين صح. ايوه وصف على واحد في الدوام اذكر بخير، واعطي ذيك السالفه يا رجل. انا صراحه حسبت كانت وقتها ما هي طويله مره، لكنها اجباري على المفي في الدوام يعني، سالف شيء في الدوام انا وياها في العمل. في الدوام عادي بعد ما خلصت علمت بالتفاصيل وطارت يا ما خلص ضحك سافتي ما تضحك اصلا، شو اضحك ما ادري شو يضحك به. قلت اي الحلو شو؟ احنا في عمل فهمت، فيها عندي غيابات وفيها ما ادري ايش وطباعه الافراد والعسكر وذا التمام. قال ايه قلت اي شو اضحك بك؟ انا اعطيك زعت الزبده. قال مثل ما تزعل مني. وش قال؟ قال مثل ما تزعل مني. قلت له ما ازعل منك. قال والله يا ولد كلامك سريع ما فهمت شو تقول اصلا. قلت يا ولد خمس دقائق اسولف. قال والله مثل ما طلعت بناتج تدور الحركه البطيئه خليني افهم كلامك شو تقول. يا الله قلت هني والله ذاك الحل ما حلنا انا وياه. قلت عنده خلاص. هذا مثل اذا كتبت لك محادثه الواحد بالواتس هذا طولها ورد عليك بفيس. لعبتي لعبتي لعبت. نعم هذا ودك تدخل عليه مع الشاشه. تعرف اقسم بالله اني عشقت الواتساب من شيء واحد يوم سويت تسريع. اي والله خلاص فهمت. اعطيك معلومه، مقطع مقطع ما افتح بالواتس اذا ما هو بلي بالخاص ما افتحه. البجروبات ذي ما عمري فتحت ولا مقطع. الرسائل الطويله زادت عن ثلاث سطور ولا سطرين والله ما عمري قريتها نهائيا. تباني قول والله ما عمري قريتها. وبقولكم معلومه، اذا ادخل جروب بس اضغط السهم ينزلني لاخر شيء. اذا كذا شوف الرسائل فانت عندك فاني عندي معلومه لك اذا انت كذا ولا ولا قطع الورق ولا مثلا صار بجروب استراحه ولا جروب اهل اذا يو مدنيها ادق على طول على طرف واحد. وش اللي صار؟ وش اللي صار؟ بالاختصار خلاص وقفل. اما اني بقرا كل الرسائل فضيل كانوا والله. لكن اكيد ان عندك مسوي خاصيه والله. وش هي؟ ان الصور ما تروح لنا. لا يا اجل يا اجل شلون كنت؟ فاضي بعد تروح الاستديو على طول دقر الجوال. انا تدري كم الصور عندي بالاستديو؟ حول 14000 وشوي الصور فقط. اكثر مني انا 12000 الصور فقط 14. 90% منها صوري انا زين. لا او 95% كلها لي صور مقاطع لي انا زين. اقول لك انت يمكن شيء مكرر 5% يعني صور اهالي زين يمكن شيء مكرر او شيء. 95% كلها مقاطع لي وصور. حلو. وشفت ال 95% هذه منها 85% كلها وانا اغني. يعني عندك محتوى 10% صور لي صور. والله يا اللي يعرف لي واحد اعرفه من مبطي بحياتي ما قال لي سالفه تحمست معه. ولازم تقاطع لازم خلاص الى متى؟ يقعد لك ثلاث ساعات ويشرفك عن سالفة. عصب عصب يا عيال رب البيت اني بحياتي ما تحمست معه بسالفة بس قلبه طيب هو. يا غرب الانسان ذاك غريب غريب. تطلع على البر يروح يتروش يقعد له نص ساعة بالبيت يعيش حياته كذا تعودنا عليه كذا حول 5 سنين هو كذا. شباب
اوه ارميل 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 يا عيال اسعد دينك. تفضلوا معي. والله تغيرت الدنيا. تفضلوا معي. كحيلان اليوم عبد الله فريدي كحيلان هنقر ما بقى بين كحيلان ما نبسط حقوقكم كحيلان تقوموا ايش كحيلان.